يا أبا بكر هل رأيت صاحبك وهو يدعي أنه أسري به من المسجد الحرام المسجد الأقصى وعاد في جزء من الليل ونحن نضرب إليها أكباد الإبل في شهر ونعود في شهر؟ يفجر هذا مؤمن آل محمد صلى الله عليه وسلم. سيدنا أبو بكر رضوان الله عليه نسميه مؤمن آل محمد كمؤمن آل فرعون، لكن مؤمن آل فرعون كان يخفي إيمانه، مؤمن آل محمد لا يخفي إيمانه. سيدنا أبو بكر صدح بإيمانه فأجاب إجابة قاتلة لهؤلاء، لم يحدثوه عن المعراج لأن الرسول ما تحدث لهم عن المعراج بناء على وصية أم هانئ بنت أبي طالب ابنة عمه وزوجه الكريم التي كان في عند في بيتها يوم أن جاءه جبريل يستزيره رب العباد عز وجل، إن الله يضيفك عنده الليلة. سبحان الله، انظر إلى هذه الدرجة. تقول يا رسول الله رجل بالباب ما عهدته من قبل، وبعدين منتصف الليل ويطرق الباب في هذا الوقت. المهم فلم يعني قالت له أسألك بالله وبالرحم لا تحدث قومك عن المعراج، حدثهم عن الإسراء فقط. الإسراء هو أن تسير ليلا، أما المعراج أن تصعد إلى السماء، لا تحدث يا محمد عن المعراج. فلما كان أبو بكر لم يكن في مكة وعاد من الشام في رحلة، قابله أبو جهل وأمية وعقبة وأبو سفيان والوليد بن المغيرة سبحان الله وأبي بن خلف أمية بن خلف. المهم يا أبا بكر يقول صاحبك كذا وكذا ونحن نضرب إليها، فإذا به يقول، انظر إلى القلب الأجرة، والله لو قال لي أنه عرج به إلى السماء وعدت لصدقت.